مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة من برنامج ثقافة الموروث الشعبي، والتي نستكمل فيها حوارنا في الأسبوع الماضي مع الشاعر الأمير بدر ابن عبد المحسن. في هذه الحلقة أيضا سنستكمل الحوارات حول بعض الإشكالات المعرفية في القصيدة الشعبية وحول التمرحل الفني في تجربة الشاعر بدر ابن عبد المحسن. سمو الأمير، نرحب بكم باسم السادة المشاهدين. يا اهلا وسهلا. نود أن ندخل في سؤال وما نصفه بالجدية، يعني تمثل مرثيث الدغلوب اي نعم. أحد قصائدكم واحدة من أبرز نماذج تجربتك الشعرية من الناحية الفنية في نظري. كيف تصف لنا تمرحل تجربة بدر بن عبد المحسن فنيا بعد هذه القصيدة وقبل هذه القصيدة؟ وفي الواقع انت عارف هنا في انه انا انسان اكتب في كذا اتجاه، منها الشعر النبطي والاغنيه والشعر العام الحديث. بالنسبه للشعر النبطي، في الواقع هو انا بدايتي كانت مختلفه قليلا كما اعتقد، يعني بشكل انه، وهذا شيء مكرور انا قلته صحيح، يعني انه انا ما كان من المفترض اني انا اقلد ناس كثير، يعني بس انا ما كان عندي هالمعرفه تبي الصحيح اني كيف اقلدهم، فكتبت بطريقتي انا. واصبحت الطريقه مفهوم معين، يعني انا من قراءاتي من اكتشفت انه الشعر كله هو يجب طرح اشياء جديده، ويجب أن يكون في نوع من الإبداع، يعني وإلا الأفضل الإنسان لا يتطرق له أو لا يكتبه. فمن البداية هو صحيح، يعني ابتدت بداية متدرجة، كان كأنه درج سلم تنتهي من شيء، فتحس أنه أنت مفروض أنه أنت ترتقي بهالشيء بالشكل اللي انت تعتقده، يعني يجوز انه ما يكون صحيح، يعني بس على الاقل بالشيء اللي انت تعتقده، او تخطو خطوه الى الامام. فاستمرت هذه الى، يعني يمكن انت اشرت الى مرثيه الدولوب، وهي فعلا علامه مهمه جدا في تجربتي الشعريه. لما وصلت الى مرثيه الدولوب، في الواقع انه انا حسيت انه اذا تجاوزتها، وهنا التجاوز لا يعني تجاوزتها بصور أفضل أو بمعاني أجمل أو بي 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 لا، إنما تجاوزتها إلى كمرحلة، يعني كمرحلة، يعني أنه سأعتقد أنه أنا هذا إحساس داخلي، ابتديت أسبق الرذم اللي أنا أتصوره لاستيعاب المتلقي و لفهم المتلقي. هنا في خطأ شائع ان المتلقي، احنا نعتقد انه دائما احنا نوصم المتلقي بعدم الفهم. السالفه ما هي عدم الفهم، يعني انما اعتقد انه احنا الى حد كبير نراهن على صبر المتلقي، انه يستوعب اشياء نعم شديد معقده اكثر من اللزوم. وعاده اي شيء جديد يصير في شيء من التعقيد. لما وصلت الى يعني الى هالمرحله، اللي شعرت به انه انا بشكل او باخر ابتدات افارق القصيده النبطيه، يعني انه يجب انه نضع في اعتبارنا انه نحن، وهذا سبق اني انا كتبته بشكل او باخر، انه نحن نستعمل، خصوصا نحط القصيده النبطيه بين قوسين، نستعملها للوصول الى شعر اخر احيانا، يعني بشكل او باخر انه من الاخوان اللي يكتبون بهالنفس الحديث او بالنمط الحديث، ما يجعلك تحس انه المفروض ان هذول يتجهون للفصحى، لأنه طريقه يعني قصيدتهم هي فصحى،
إنما كأنها مترجمة إلى العامية. هذا ما يعني أنهم هم ينقلون عن الفصحى، لا، بإمكانهم أنهم يتميزون، بإمكانهم أن يكتبون شيء جديد ويضيفون إلى الفصحى بحد ذاته، وأنهم بشكل أو بآخر خرجوا عن الإطار يعني العام. أنا هذا يعني هذا رأي شخصي بالنسبة لي، وهذا اللي فبعد مرثية الدغلوب وبعد ما حسيت أنه أنه أنه, إنه الاتجاه العام ابتدى يغفل مثل ما جذور القصيدة النبطية، حسيت أني أنا كأنه أنا مطالب أنه أنا أرجع وأحاول بشكل أو بآخر، يجوز ما هو مجالي لحد كبير يعني، أنا أكتب السهل الممتنع، الشيء القريب للناس، لمجرد المحافظة على هالكائن اللي يكاد أن ينقرض يعني، نستمر على 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 لأنه يعني القصيدة النبطية اللي أنا أعرفها، وأنا إنسان يعني أنا أختلف عن 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 شباب يعني عن شاب عمره 20 سنة أو 25 سنة، لأنه أنا إنسان عايشت يعني القصيدة النبطية في مراحلها الأولى القريبة يعني في مراحل الأمير عبد الله الفيصل والأمير سعود بن محمد والويحان والكثيرين، الأمير محمد السديري. فأنا أدرك تماما أنه القصيدة النبطية، وأنا آسف إذا توسعت في الموضوع، في هذه المرحلة خصوصا الغزلي منها، هي قصيدة غنائية بشكل أنه 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 هو هذا معروف يعني، أنه السامري أو الصخري أو الهجيني أو هذه أنواع من الغناء وكانت تغنى. وبما أنه أنا أكتب الأغنية، ففي داخلي أنا بصراحة أنه لا يجب أن تكون قصيدة النبطية خصوصا مجال فقط لطرح جديد، وإنما يجب أن تكون مجال بشكل أو بآخر لمتعة المتلقي. متعته هنا تكمن في أنه بإمكانه يغنيها أو بإمكانه يشيلها وبإمكانه، وأن تصل بطريق سريع إنما بطريق غير سالج. قلت المطر قالت من اليوم ديما، قلت المطر قالت من اليوم ديما، ما بها رعد لا برد ما غير هدا، ما بها رعد لا برد ما غير هدا. ترى دمع لمجا سيل على صدر، ترى دمع لمجا، همس النديم لي عاتب نديمة، همس النديم لي عاتب نديمة، صدى المطر إنها تعاتب خلا، صدى المطر إنها تعاتي بخلا.
قالت تذكر قلت يا بنت نسيان قالت تذكر قلت يا بنت نسيان نقطة الجروح اللي تشافت ظليمة نقطة الجروح اللي تشافت ظليمة ما عاد به وصل ولا عاده الجيران ما عاد به وصل ولا عاده بعض الأحوال قيمة ما للرجاء في بعض الأحوال قيمة وما للعمى صبح ولو بات سهران ما للعمى صبح ولو بات سهران لو للزمن عن هية الغدر شيمة لو للزمن عن الغدر شيمة ما فرد أحباب ولا بعد أوطان ما فرد أحباب ولا بعد أوطان. هناك من يرى أن القصيدة الشعبية السائدة الآن وصلت إلى السقف، أعني لم يعد سهلا على المتلقي أن يفرز تمايز الأصوات لاختلاطها وتشابه الكثير من النماذج في وحدوية التجربة. كيف يرى شاعر بدر بن عبد المحسن ما يمكن أن يوصف بأن القصيدة الشعبية وصلت الآن إلى القصيدة الشعبية السائدة وصلت إلى السقف فعلا يعني؟ نعم، هو عموما اللي يعني رغم أنه التجربة الحديثة في الشعر الفصيح أخذت عقود عشرات السنين تمرحلية إلى أن وصلت إلى ما وصلت له، وبحد ذات وصولها إلى الآن يجابه برفض. القصيدة الشعبية وصلت اللي وصلت له في 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 4-5 سنين، انتقلت من 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 يا فاطري ذبي خرائم طمية إلى أشياء أصلا من التقليدية. إلى هو المشكلة هي تكمن في 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 شيئين، أنه أنا شخصيا أنا لا أعترض بشكل أو بآخر على كل التجارب، كل التجارب مطلوبة وكلها نافعة مهما كانت، سيخرج الإنسان أو سيخرج الشعر ككل منها بفائدة ما. إنما مجرد أنه يعني مثل ما قلت في 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 يعني في الجواب الأول أنه بعض الشعراء جيدين، وهنا أضع بين قوسين الجيدين في القصيدة الشعبية الحديثة، أعتقد أنه هما أقرب كثير للفصحى من أي شيء ثاني يعني آخر، إذا كان بالإمكان إطلاق يعني القصيدة المثقفة فلنفترض فأعتقد أنه أقرب للثقافة الإنسان يكتب بلغته الفصحى، وبعض المثقفين وجامعيين إذا ما أحبوا هذا وما لو للعامية فميلهم للعامية له أسباب أكيد، يمكن من أسبابها أنها تصل أن الناس يفهمونها أكثر، فهم يرتكبون خطأ أنهم يكتبون في العامية وأن القصيدة نفسها ما تصل، فما أصابوا في 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 لأنه القصيدة الحديثة اللي سميها حديثة يعني اللي تشابه الشعر المنثور أو تشابه ما 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 ما, ما هي تجربة بحد ذاتها أصلا تتعثر وتجد صعوبة في الفصحى، فما بالك وهي تطرح أو جمهورها على الأقل اللي موجود الآن، وأنا لا أتكلم عن المستقبل، المستقبل يختلف تماما بالنسبة لي أنا، جمهورها اللي موجود الآن
أعتقد أنه لا يستوعبها ولا يحبها وبعيدة عنها. فيا ليت أنا يعني أنا لو كان بإمكاني أنه أنصح يعني أنه يا ليت القصيدة أو أكثر ما يكتبون في القصيدة الجديدة. وأنا أعتقد أنه واضح أنا بالنسبة لي أنا لا أعني كل جديد، إنما أنه يا ليت يكتبونها بالفصحى، يكون هذا مجالهم أكثر من العامية. ربما أيضا يظل لدي سؤال صغير حول هذه الإشكالية أيضا، وهي إشكالية الحقيقة يعني لا زالت بعيدة عن البضاعات الحوارية الجادة، فمعليش لو أطلنا في هذا الجانب. أي نعم. هل يمكن اعتبار التجارب الجديدة في كتابة القصيدة الشعبية مثل الشعر الحر أو حتى قصيدة النثر؟ هل نعتبر هذه النماذج أحد المخارج الضرورية الآن لفك أزمة تشابه الأصوات الشعرية، أو أزمة أن القصيدة الشعبية السائدة وصلت إلى السقف الآن؟ أنا أعتقد إنه 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 التغير في الشكل، إذا اعتبرنا إنه سواء قصيدة التفعيلة أو قصيدة القصيدة المنثورة أو شيء، هو نوع من الشكل. تغير الشكل هو في الواقع المفروض إنه يخدم التجديد والإبداع قبل كل شيء. ما في إشكالية، أنا أعتقد ما في إشكالية كبيرة في 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 إنه في إنه الناس أو الشعراء الموجودين أن يجدوا الجديد فيما يقولونه في أي نوع من الشعر، سواء كان الموزون المقفى أو في الإشكالية هو فقط إنه 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 في مفهوم الشعر بحد ذاته لدي أكثر الشعراء. لو أن كل شاعر موهوب كتب فكره، كتب اللي في راسه، ولم ينظر الى عوامل كثيره، منها لم ينظر الى انه والله وش يحبون الناس وش ما يحبون. بالضبط. انت لديك قضيه يعني ستطرحها، لديك فكر معين، راي معين مختلف، فلا تضع في اعتبارك انه اصلا هالمتلقي وش بيقول. ثانيا، لا تضع في اعتبارك انه والله فلان مرة من المرات لفت نظره ومدحني فأنا أحاول أرضيه بأي شكل من الأشكال. لا والله هذا يحدث يعني، لأنه يحسون الناس إنه والله تتبناهم يعني إنسان أما أستاذ ولا فيحاول إنه يعتقد إنه يحط بينه في فكره إنه يحاول إرضاء الشخص بشكل أو بآخر. وما يعمله هو في الواقع الخطأ تماما، لأنه هذا سيبعث على عدم رضاه يعني. لأنه أنت لما عرفك هالشخص أصلاً عرفك وأنت ما تعرفه يعني، قبل لا تعرف يعني أنت ما عرف نفسك، هو اللي عرفك. فأكيد أنه عرفك لسبب أنك أنت طرحت فكر جديد وفكر خاص بك أنت. المهم أنه في إطار القصيدة العامية، وفي إطار ما هو مطلوب منها، وفي إطار رسالتها الآن، يجب أن نكتب. أنا إنسان لا أعتقد أنه 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 هذا قيد بحد ذاته، أنت عارف، ولا أعتقد أن في حتمية أنه يجب أن تكتب في هالإطار دائما. إنما أنا ضد التطرف بكل أشكاله، أنت عارف، أنه سر التطرف أنه أنت تخرج خارج القصيدة تماما، أنت عارف، يا أنه أنت تظل داخلها تماما. كل شيء يعني يجب أن تطرح الجديد، يجب أن تلمس الجديد، بس يجب أن تشيل من فكرك أنك ستفرض الجديد. لا يفرض الجديد، ويجب أن تتدرج، يجب أن تساير، أنت عارف، رغم أنه كلمة لا يحبونها الناس الكثير، بس يجب أن يكون في خيط بينك وبين هالمتلقي عشان تنقله من درجة لدرجة يعني. لا تطلب منه أنه يقفز، انقله حتى في القصيدة بحد ذاتها يعني. يعني يجب أن تشده، أن تدخله داخل القصيدة قبل أن تحيره أو أن تطرح عليه الشيء المعقد. لأنه إذا أنت أقبلت الأسوار تماما فسيدور على هالسور يعني، سيتركها يعني، بس داخلها سيضطر
أن يفتح كذا غرفة يعني. بيجي فجأة مثل كهرباء. هذه حساسية الأسنان، عشان كذا إحنا دائماً ننصح باستخدام معجون متخصص للحساسية. معجون الأسنان سنسوداين فعال في الحماية من حساسية الأسنان. هذه اللحظة اللي يبدأ فيها ألم يخف وبحس كأني بصحى على يوم جديد مشرق. بانادول إكستاند بتقنية الطبقة المزدوجة التي تخفف الألم سريعاً ولغاية 8 ساعات. تخفيف الألم يبدأ ببانادول. الأشخاص اللي يعانون من حساسية الأسنان ممكن يكون عندهم أيضاً مشاكل باللثة. سنسودين للحساسية واللثة هو خيار مناسب بمفعول مزدوج، يساعد في الحماية من الحساسية وتحسين صحة اللثة باستهداف البكتيريا في أصعب الأماكن. أنا أنصح فيه لأنه فعال. مشاكل اللثة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل إضافية مثل رائحة الفم الكريهة. بارادونتاكس اللثة زائد النفس والحساسية الجديد مثبت علمياً باستهداف مشاكل اللثة ليساعد على تفادي رائحة الفم الكريهة. بارادونتاكس اللثة زائد النفس والحساسية الجديد. ألم بيجي فجأة مثل كهرباء. هذه حساسية الأسنان، عشان كذا إحنا دائماً ننصح باستخدام معجون متخصص للحساسية. معجون الأسنان سنسوداين فعال في الحماية من حساسية الأسنان. اليوم أنت سويتها. اليوم أخذ سنترم وأخذ خطوة للأمام للعناية بصحتك. سنترم مكمل غذائي يومي متكامل مع 26 نوع من الفيتامينات والمعادن من الألف للزنك، عشان تقدر تقول كل يوم أكيد سويتها. ألم بيجي فجأة مثل كهرباء. هذه حساسية الأسنان، عشان كذا إحنا دائماً ننصح باستخدام معجون متخصص للحساسية. معجون الأسنان سنسوداين فعال في الحماية من حساسية الأسنان. تجمع الرمل في ضلوعك غرام، وتزندك على ضلعانها عانق الرمث، وعروق الثمام وصل خدك على صوانها أرضك اللي بها البيت الحرام، واشرق النور من وديانها ربعت بالمحبة والسلام، وعشبت بالفخر صمانها. تجمع الرمل في ضلوعك غرام وتزندك على ضلعانها عانق الرمث، وعروق الثمام وصل خدك على صوانها أرضك اللي بها البيت الحرام، واشرق النور من وديانها ربعت بالمحبة والسلام، وعشبت بالفخر صمانها. أنت في المجد لك راس السنام، وعزة الناس من أوطانها، أرفع الراس يا الحر القطام، واكثر الحمد للي صانها، ديرتك من عشقها ما يلام، ويغضب الله على من خانه. تجربتك في الكلمة الغنائية الحقيقة تجربة حافلة،
خاصة في بداية انطلاقتك للكتابة، يعني كتابة الكلمة الغنائية، لأنها وصلت في السنوات الأخيرة إلى نوع من الندرة، أو حتى يعني لم نعد نسمع جديدا غنائيا لبدر. هل تمارس أبو خالد نوع من أنواع الانتقائية في الكتابة، أو حتى في اختيار فنان معين مثلا؟ لا والله، هي يجوز أنه أنا سبق أنه يعني بشكل أو بآخر جبت على هالسؤال. أنا إنسان أكتب شعر، وأعتقد أنه أنا بشكل أو بآخر أنه على الأقل إقليميا أدخلت الشعر في القصيدة أو في الأغنية. أحياناً أنا أعتقد أنه أنا طارئ على الأغنية، أنه ما كان مفروض أن يكتب أغنية، ما هو لأنه أنا أفضل من الأغنية أو أنا أقل من الأغنية، بس لأنه يمكن يكون في حقيقة أنه في كاتب أغنية وليس هناك شاعر أغنية. الأغنية شيء في أحيان كثيرة للمتعة وللفرح وللطرب، يعني ما هو أي نعم ما اشترط فيها أن يكون، إنما تأتي من ناحية ثانية وتجد مثلا أم كلثوم أو عبد الوهاب يغنون لشوقي، أو يغنون الناجي أو الرامي، أو يغنون شعر يعني، وتجد أنه ينجح يعني. فتحس أنه أنت كمان أنه لا، الأغنية ما يجب أن تكون بهالتسطيح، بهالبساطة، بهالسذاجة يعني. علشان فاللي حاصل الآن أنه في يوم من الأيام كانت الأغنية فن، الكتابة فن معين، المكسب المادي يأتي بعد العمل الفني. الآن انقلبت الموضوع، صار الموضوع تجارة، تسويق وتسويق. الناس يعدوا الأشرطة كم تباع، ويحسبون النجاح والفشل على يعني على البيع، مع أنه يعني، وأنا أكرر هذا وأنا ما أدري ليه يعني، في يوم من الأيام وأنا أعطي مثل يعني، كان أحمد عدوية يبيع مع أم كلثوم يعني، كان يبيع نفس القدر يعني، بس عمر أحمد عدوية ما كان مثل أم كلثوم يعني. ما هو معناته أنه تبيع كثير، أنه مثل ما قلت يعني، يعني للأسف أنه في أشياء أكثر ما يباع الأشياء السيئة والضارة يعني، يعني ما هو شرط أن اللي يباع أنه يكون شيء جيد يعني، بدليل كثرة الدوائر الشعبية بدخول عالم التجارة يعني هذا كمثل. ففي الفترة الأخيرة يعني اللي حاصل أنه أنا أطلب فن والأخوان يطلبون تجارة. نعم. وبعد عزيزي المشاهد، نصل إلى نهاية الجزء الثاني من لقائنا بالشاعر الأمير بدر ابن عبد المحسن، والذي لا أجد حرجا في تكرار أننا عمدنا إلى أن يكون حوار معرفي حول إشكاليات عديدة في كتابة القصيدة الشعبية. سمو الأمير، باسم السادة المشاهدين نشكر لكم تلطفكم، لا نود أن نقول استضافتكم لنا، ولا نود أن نقول استضافة البرنامج لكم، ولكن في على هذا الحوار المعرفي الذي ربما ابتعدنا به عن الشاعر بدر قليلا إلى بدر المثقف، وبدر الذي يحمل رؤية خاصة ربما لا زالت بعيدة عن المتلقي بشكل عام. أنا عموما شاكر ومقدر، واللقاء معكم أعتقد أنه أسعدني كثير، وأكرر وأقول أنه اللي أنا طرحته هي آراء أكثرها خاص بي أنا من أنه آراء عامة، واللي ريحني أنا أنه أكيد أنها صادقة وآتية من قلبي يعني. شكرا لك أبو خالد. العفو. لك للغلاء لرضاك، والسودة لهداب نفح القصيد، وفرحة عيون وعيون. يا سيد أحبابي على كثر الأحباب، من قبل تنشدني عن الحال وشلون. لك للغلا لرضاك، والسودة لهداب نفح القصيد، وفرحة عيون وعيون. يا سيد أحبابي على كثر الأحباب، من قبل تنشدني عن الحال وشلون. ما جابني يمك وانا اقول وش جاب للغلا، والخاف قال لي غدا طعون.
من غبت مدري من حضر عقبك وغاب، من غبت مدري من حضر عقبك وغاب، حر طليق بجفوة الوقت مسجون كثرة وبعد، وتنهم غرب وجناب تدري، وخل مقرد الخلق يدرون تدري، وخل مقرد الخلق يدرون، ليل المشاره معك مضرب له حساب، لا لا ولاني للشماميت مديون، هذا انت بعيوني مسافات وابواب، وانت بعيوني شرهة اللون للون. هذا انت بعيوني مسافات وابواب، وانت بعيوني شرهة اللون للون، خاب الرجا بالوقت فيك انت ما خاب، انت الوفا اساس ومدارات وركون، خاب الرجا بالوقت فيك انت ما خاب، خاب الرجا بالوقت فيك انت ما خاب، انت الوفا ساس ومدارات وركون، مدرها يا سيد تلعات الارقاب، ما كون انا لو ما حضورك ملا الكون، مدرها يا سيد تلعات الارقاب، ما كون انا لو ما حضورك ملا الكون، لك الحنان اللي غشى سود الاهداب، كل القصيده ولهفه عيون لعيون. محمد متعب. وهكذا عزيزي المشاهد نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل كبير أن نلقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، مع شكر أسرة البرنامج لتلطفكم بالمتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم.